باش دغيا تفهم وتبدا تهضر بالفرنسي خاصك تربطها بالواقع ديالك وبالاحداث اللي تتعيشها، وبالتالي الفرنسي غادي تكون حاضره في الذهن ديالك وغادي تعقل عليها صحه. نشوفوا عبارات فرنسيه خاصه بمناسبه عيد الاضحى. اي فوالا سي بارتي. لا بوت دو باي، البالا ديال التبن. لا بوت دو باي. On a acheté un mouton. يعني شرينا الحولي. On a acheté un mouton. أو تنقولوا On a réservé un mouton. يعني شي واحد اللي تيشري الحولي وتيخليه في الكوري حتى تيقرب العيد. تيقول On a réservé un mouton. Les prix des moutons. يعني الأثمنة ديال الحوالة. Les prix des moutons. Les prix des aliments ont explosé. يعني الأثمنة ديال المواد بصفة عامة ارتفعت بواحد الشكل صاروخي. Ont explosé. La faiblesse des précipitations. وهذا الشيء هذا الغلاء ديال يعني الأضاحي وهذا الشيء ناتج كذلك على la faiblesse des précipitations يعني ضعف التساقطات. La faiblesse des précipitations. Les difficultés financière. زيد على هادشي كاين صعوبات يعني ماديه. لي ديفيكولتي فينانسيير. لو شيبتيل اي سوفيزون اي اون بون سانتي. يعني هاد القطيع لو شيبتيل القطيع ديال الاضاحي يعني اي سوفيزون يعني كافي. اي سوفيزون اي اون بون سانتي وفي صحه جيده. اي اون بون سانتي. لابوندونس دو لوفر. L'abondance de l'offre, يعني وفرت العرض. L'abondance, يعني كاين واحد الوفرة، كاين واحد الكثرة. L'abondance de l'offre. L'offre هو العرض. Les céréales fourragères. والعلف. الكلاء. العلف العلف. Les céréales fourragères. Les marchés internationaux. يعني الأسواق العالمية. وهادشي كلشي تيتأثر بالأسواق العالمية. يعني هادي تجي في سياق الكلام. Les marchés internationaux. L'éclatement de la crise en Ukraine. يعني زيد على هذا الأزمة الأوكرانية. La crise en Ukraine. Le retard des pluies. ويعني تأخر المطر أو تأخر التساقطات. Le retard des pluies. La cherté des prix de l'alimentation. يعني غلاء الأثمنة المواد إما العلف أو المواد الغذائية. La cherté des prix de l'alimentation. بطبيعة الحال السردي دائما مطلوب. تنقولوا لي سردي sont les plus prisés. Sont les plus prisés يعني مطلوبين. La race de mouton يعني الأصل ديال الخروف يعني تنقولوا واش من بني مسكين ولا بني خيران ولا. La race de mouton يعني المرقد كما تيقولوا باللغة ديال الكسابة. La race de mouton. L'engraissement des agneaux. تسمين الخرفان. L'engraissement des agneaux. Les éleveurs. هما الكسابة. Les éleveurs. هما الكسابة. تنقولوا l'élevage. L'élevage. مثلا تنقولوا l'élevage des poules. هي تربية الدجاج. يعني l'élevage وهي التربية. التربية ديال هادشي ديال الحيوانات. لي زيلفور هما الناس اللي تيديروا هادشي ديال التربيه ديال هادشي بالحيوانات الاليفه. لو كونسوماتور. لو كونسوماتور هو الشاري او المستهلك. لو كونسوماتور. لا كونسوماسيون وهي الاستهلاك. هذيك كلمه زوينه. لي زونغريسور. لي زونغريسور هما اللي تيعلفوا يعني تيشريو الحولي تيكون باقي صغير وتيعلفوه وتيعاودوا فيه البيع. تيتسموا لي زونغريسور اللي تيعلفوا. Engraisser, engraisser, il t'attelle. Les intermédiaires. Les intermédiaires, هما الشناقة. يعني تيشريو الحولي وتيعاودو فيه البيع. يعني هادو ما تيربيو ما تيعلفو ما والو. هو تيشري. يعني تنقولو كذلك بالدارجة مشكرة. Les intermédiaires. هادو الوسطاء. وهاد لي زانترميديير كاينه في اي مجال، سواء كاينه في هادشي ديال العقار ولا في البيع والشراء ولا في هادشي ديال الحولي. يو في هذا المجال ديال الحاوي تيتسموا الشناقه. لي زانترميديير هما اللي تيشريو ويعاود يبيع. تيشري مثلا واحد شويه ديال الحواله واحد 10 ولا 5 ولا هادي على حساب الفلوس ديالو تيعاود فيهم البيع. تيقلب ويشقلب. الملاح.
المليح بالفرنسي نقولوا ليه لا كاليتي سوبيريور، لا كاليتي سوبيريور وهو المليح، والمليح بالثمن ياك. لو مارشي دي زوفان، لو مارشي دي زوفان، لي زوفان، لي زوفان تنطلقوا هذه الكلمه على سواء لو بيليي لانيو اي لا بروبي. لو بيليي هو الكبش باش نتفاهموا، لو بيليي هو الكبش يعني الحاولي بكرونو، اما لانيو وهو الخروف تيكون ديال العام ولا يعني تيكون يلا كما تيقولوا لسنان الحليب. لا بروبي وهي النعجه، النعجه هي لا بروبي، يعني هادو لو بيليي لانيو اي لا بروبي يعني هادو كلهم تيتسناو لي زوفان. لو مارشي دي زوفان هو السوق ديال الحواله. لو بوفان، لو مارشي دي بوفان هو السوق ديال البقر. لي بوفان تيدخلوا فيها لي فاش يعني الابقار، الابقار لو بوف او بيان لي بوف، لي بوف اي لي طوغو. الثور هو هادشي ديال العجوله والبقر، هادو تيتسماو لي بوفان. لي بوفان يعني تعلمنا جوج ديال الكلمات اللي مهمه ومتداوله كثيرا، كاين لوفان لي زوفان اي لي بوفان. لي بيلمون دي موتون، لي بيلمون دي موتون وهو التبعبيع ديال الحواله. تنقولوا لو موتون بيل، لو موتون بيل يعني تيبعبع. لي بيلمون دي موتون وهو التبعبيع ديال الحواله. لي زانيو ابخي سيفراج، لي زانيو ابخي سيفراج وهما سنا كما تيقولوا يعني في هذه اللغه هذه ديال السوق تيقولوا سنان الحليب، يعني دابا لانيو يعني ملي تيفطموه تيبيعوه، يعني تيتسمى داك سنان الحليب باقي زعما بمعنى باقي ما دارش عليه العام او يعني باقي صغير باقي الحموفتي. لو سيفراج وهو الفيطام، يعني غادي تنطلقوا حتى بالنسبه للتريبيا الوليدات الصغار هما تيكونوا تيرضعوا وواحد شويه تيقطعوا لهم داك الحليب، يعني تتسمى هذه المرحله تتسمى لو سيفراج وهو الفيطام. لي زانيو وهما الخرفان. لي كروت دو موتون، لي كروت دو موتون وهو بعض الخروف. لو شيبتيل وهو القطيع، قطيع ديال الغنم تيتسمى لو شيبتيل. لي بري سان شير، دابا حنا تنسمعوا في هادشي ديال هاد السواقات تيسمعوا تنسمعوا هاد الكلمه دائما تتكرر بزاف، كاين الغلا بالفرنسي تنقولوا لي بري سان شير. لي بري سان شير، لي بري سان شير، لي بري سان شير يعني كاين الغلا. اما ملي تيكون الثمن مناسب تنقولوا لي بري سان ابوردابل، يعني في المستطاع ديال 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 الناس، على بورتي دو تو الموند. sont abordables، ثمن مناسب. les prix sont abordables، les prix sont en hausse، les prix sont en hausse، ثمن غادي وتيطلع، ثمن les prix sont en hausse يعني en hausse يعني غادي وتيطلع. les prix sont exorbitants يعني exorbitants بمعنى شي حاجه غاليه بزاف، بحال تنقولوا بالدارجه معيقين في الثمن بزاف. les prix sont exorbitants، معيقين في الثمن بزاف. Les prix sont en baisse. Les prix sont en baisse. يعني الثمن غادي وتيطيح. الثمن غادي وتيطيح. يعني تتكون على حساب العرض والطلب. يعني ملي تيكون الشاري ما كاينش. Les prix sont en baisse. الثمن غادي وتيطيح. En baisse. تيطيح. Les prix sont corrects. Les prix sont corrects. يعني الأثمنة معقولة. Les prix sont corrects. الأثمنة معقولة. L'offre et la demande. L'offre هو العرض. لا دوموند وهي الطلب. لوفر اي لا دوموند يعني وهذا هو السوق يعني تيتمشى بهذه المساله، كاين العرض والطلب. لوفر اي لا دوموند يعني وهذا سي ان تيرم تيستعمل بزاف في الاقتصاد. لوفر اي لا دوموند. لي بروديكتور فول سي ديباراسي دو لور مارشانديز افون العيد. البياعة، لي بروديكتور، البياعة هو الناس اللي تيديروا الانتاج واللي تيديروا لي زيلفور، تيبغوا يتفكوا من السلعه. فول سو ديباراسي، حنا الهدف ديالنا تنشرحوا هذه الكلمه هذه. فول سو ديباراسي تيبغيو يتفكوا من السلعه ياك قبل من العيد، حسن عنده مصاريف عنده كذا خصو عاوتاني يرجع داك الحواله عاوتاني يعني عنده مصاريف يعني خصو يتفك من السلعه. فول سو ديباراسي دو لوغ مارشانديز من السلعه قبل من العيد. لو سوجي لو بلو بريوكوبون يعني وهذا هو الموضوع ديال الساعه وهو هادشي ديال السوق الثمن السوق واش طالع واش هابط، يعني لو سوجي تنقولوا لو سوجي لو بلو بريوكوبون وهو موضوع ديال الوقت ديال الساعه. ليلفاج دي موتون يعني كما قلنا التربيه ديال
ديال الحواله ديال الغنم ياك ياك لي موطون لو موطون هو هو الخروف لو موطون لي زابار دابا نشوفوا المجال ديال هادشي ديال الماكله وهادشي لي زابا وهي الدواره ديال الحولي ياك لي زابا لي زابا وفيها شنو تنقولوا الكبد كبد قولها بجد احب الكبد احب اكله احب اكل الكبد وانا ايضا احب اكل الكبد والشواء وشربه الشاي الشاي بالنعناع بالنعناع لي زابا وهي الدواره ديال الحولي لي زابا فيها الكبده والقلب والريه وديك الكرشه هادو تيتسموا لي زابا لي زابا ديال لانيو وبيان ديال لو موطون الدواره ديال الحولي لي زابا قلنا لو موطون هو الخروف اما يعني الخروف يعني تيكون صغير شويه اما لو بيليي هو حولي بكرونو يعني الكبش لو بيليي يعني حولي كبير سمين مليح لو بيليي لو بيليي وتينطح اييه او طبيعي الحال من جهه الثمن ديالو راه تينطح دابا تنقول شنو تناكلو في العيد تناكلو لي بروشيت الشوا القطبان لي بروشيت تنقول جو مونج لو فيرب مونجي جو مونج لي بروشيت تناكل لي بروشيت جو مونج لي بروشيت تناكل الشوا تاكلو الشواء هنا هو لادي ها هادي مهمه جو مونج لو فوا هاد نركزوا على هاد الكلمه هادي لو فوا لو فوا هو الكبد لو فوا هو لو فوا هو الكبد اما يقولنا لا فوا وهو الايمان الايمان ياك جو مونج لو فوا تناكل الكبده فوا اتون فيوند الكبد فهو لحم كوميستيبل يؤكل كي في بارتي دي زابا ويعني هو داخل في هادشي ديال الدواره ديال الحولي كي في بارتي دي زابا جالوم لو برازيرو لو برازيرو هو المجمر يعني تنشعلو العافيه في المجمر جالوم لو برازيرو جالوم لو برازيرو في الصباح تناكلو جو مونج دو مسمن فويتي ou bien je mange du msemmen bien feuilleté تناكل المسمن المورق يعني هادو داخلين من يعني في الحلويات ديال العيد يعني الناس يبغوا يوجدوا للعيد تيديروا هاد المسائل فايتي هي مورق بحال تنقولوا ديك ميل فاي مورق سي اون فيت العيد سي اون فيت امبورطون العيد سي اون فيت امبورطون يعني هذا عيد مهم جي غورج مون موطون تندبح الحولي ديالي جي غورج mon mouton c'est de bien haouli diali le soir je mange du couscous préparé avec l'épaule droite يعني بالليل تناكل كسكسو طايب بالكتف اليمين وهذه هذه من العوائد اللي شائعه بزاف عندنا يعني الناس بزاف تيديروا هذه القضيه ديال الكتف اليمين المهم انا ما عارفش بالضبط علاش المهم تيطيبوا الكتف باليمين تيديروه في كسكسو نهار ديال العيد لو سوار جو مانج دو كوسكوس بريباري افيك لي بول دروات يعني طايب بالكتف اليمين ديال الحولي Le sacrifice doit être réalisé dans un abattoir. هذه بالنسبه للناس اللي عايشين في فرنسا فعندهم الذبيحه خاصها تكون في الكرنه dans un abattoir agréé واحد لاباتوار اللي تيكون مرخص من طرف الدوله يعني ما تيذبحوش هما في الديور حنا هنا في المغرب تنذبحوه في الدار اما هما اللي تيذبحوه في لي زاباتوار Le sacrifice doit être réalisé dans un abattoir. فالذبيحة خاصة تكون في الكرنة. لاباتوار وهو الكرنة. البلاصة فين تيدبحوا. لاباتوار كما قلنا وهي الكرنة. قبل ما تنذبح الحولي خصني نمضي المواس. تنقول جيديز. لو فيرب ايغيزي. يعني تنمضي تتسمى شحد شحد يعني سميتو سكين ايوا. شحذ السكين شحذ يعني تنكتبوها بديك الدال المعجمه جيغيز مي كوتو تنمضي المواس جيغيز تتسمى ليغيزمون ليغيزمون دي كوتو يعني هو التمضيه ديال المواس العيد الكبير اتي فيت فاميليال يعني وهذا العيد هذا تيتجمعوا فيه العائله ياك يعني تيتسمى هو عيد عائلي العيد الكبير اتي فيت فاميليال Je découpe le mouton. La redache, c'est de dire, c'est un petit peu de la houli. Je découpe le mouton. Tu
أتاني عيد أيه جو ديكوب لو موتون تنقطع الحولي ديالي جو ديكوب لو ساكريفيون دوا سو تورني فيغ لا ميك الشخص اللي خاصو يذبح خاصو يقبل الحولي يعني يديرو في الاتجاه ديال القبلة لو ساكريفيون دوا سو تورني فيغ لا ميك لو باربيكيو لو باربيكيو هو المجمر ديال الضو كاين لو برازيرو هو المجمر ديال الفخر لو باربيكيو هذا يعني هذا سميتو هذا ولا جديد يعني ديال تيكون ديال الضو تيتسمى لو باربيكيو لو سوفلور لو سوفلور هو الرابوز هو باش نفخو على العافيه دابا راه ولا الرابوز الكتريك كاع يعني ما بقاش داك لو سوفلور لو تي ا لا مونط حنا وصلنا الشاي المنعنع الشاي المنعنع اتاي بالنعنع وكذي تيشرب يعني خاصو يشرب اون بواسون غازوز يعني باش يهضم ياك يعني مع الدسم وكذا خاصو يشرب شي حاجه باش il faut manger avec modération يعني وخصنا ناكلو ونقيسو ماشي نبقاو ناكلو كلو قيس يعني il faut manger mais avec modération